أحمد أهلا بك. من هندسة البترول إلى صراعة السكاكين، عرفنا على محمد. يسعد صباحك أولا عبد الرحمن، ما عرفت مين المهندس فيكم. صباح الخير سهام. صباح الخير نادين. طبعا محمد السكين. اليوم سلمني وحملني لواء السكاكين بالضبط، فأنا حين أنا مبسوط وخايف نفس الوقت. يعني موضوع مربك صراحة، أنت مش عارف أنا أنبسط أفرح أني تعلمت هواية جديدة ولا أخاف منها. لكن حقيقة يعني عالم غريب ومثير وجميل صراحة، لأنه فيه جزء كبير من الفنون، ولعل يعني أفضل من يحدثنا عن هذا العالم نقول المهندس ولا نقول صانع السكاكين محمد؟ اللي تحب، مهندس. طبعا دارس هندسة بترول من أمريكا، وحاليا انت تشتغل في شركه ارامكو. لكن رغم هذا انت يعني عاشق للسكاكين. اول شيء كيف جتك الفكره؟ من اين بدات شراره السكاكين؟ انا طبعا خايف احط ايدي في اي مكان هنا. والله البدايه كانت مصادفه. شفت الموضوع الصناعه اليدويه للسكاكين اونلاين، جذبني الموضوع وحبيت اجرب بس بشكل بسيط. انت على اليوتيوب شفت اول شيء؟ على اليوتيوب. رحت وشريت أغراض بسيطة، وتعرف لما تتعلق في الشغلة كل يوم تشتري شيء جديد، كل يوم تشتري شيء جديد، تكبر الهواية، وهذا اللي وصلت له حاليا. صحيح ما شاء الله، يعني ورشة منزل صحيح أنها منزلية لكن ما شاء الله ضخمة جدا. طبعا هنا شوف السكاكين سهام ونادين، هذه كلها أنت صنعتها محمد. خلينا نتكلم، وش السكاكين كلها للطبخ والتقطيع ولا في سكاكين لها استخدامات أخرى؟ في سكاكين لها استخدامات أخرى. يعني طبعا نتكلم عن هذا مثلا. هذه طبعا سكين في الأساس قتالية تاريخية بشكل حديث شوي، ستايل أمريكي. قتالية. طبعا الحين لازم نجيب ثنتين لسهام ونادين، يحبون أنواع هذه هم. الحين حاليا صارت يعني كولكتبل آيتم، الناس تشتريها أنها تحب الشكل هذا. السكاكين اللي تحتها هنا مثلا، هذه سكاكين تعتبر للصيد وللطلعات، الأنواع الثلاثة. هذه الرحلات البرية مثلا. الرحلات البرية، الكشتات، الاستعمال السريع، تكون حجمها صغير. نفس الشيء ثنتين هذولي بس ستايل شوي أكثر أمريكي، يكون المقبض. أنت ما تبيعهم، أنت بس تصنعهم يعني هواية. أبيع لكن مو بكثرة، يعني بالنسبة لي هي هواية ووناسة أكثر من بيع وشراء. محمد أيضا شد انتباهي هناك، خلينا ننتقل للزاوية الأخرى. المقبض سهام ونادين اللي يمسك فيه السكين أيضا هذا عالم آخر وأنواع وأشكال. يعني الآن عندنا، الآن أنت قلت لي هذا النوع أسنان الماموث، حيوان الماموث المنقرض. هذه تقريبا القطعة هذه تقريبا تجي يمكن 20 سنتي في 10 سنتي، قيمتها يمكن حوالي يعني إيه تقريبا 300 دولار. صحيح، قيمتها 300 دولار، لأن هذه الحيوان زي ما تعرفه منقرض، فيتم إخراجه من تحت الأرض، إخراج أجزاءه وتنظيفها. هنا قرن الغزال صح؟ يعني هذا قرن غزال يستخدم بعد في المقابض. كثير من السكاكين الأمريكية يحبوا يستخدموا قرن الغزال. عبد الرحمن ساق الزرافة؟ عبد الرحمن من جنوب أفريقيا، معالج ومنظف ومصبوغ. تفضلي نادين. يعني فرجيتنا أنواع كثيرة وشرحت لنا يعني التفصيل من الألف للياء، بس بدي تفرجيني أكثر سكين حدة في المكان اللي أنت فيه. تحتاجوا نادين شكلها اكثر سكين. اكثر سكين حده في المكان اللي احنا فيه. مش حد بحد. نادين تحتاجه والله يستر. بس سؤالك يخوف يا نادين، بس يلا. اي واحده محمد؟ يمكن الاولى والاخيره هم اكثر. الاولى هذه يا نادين. فرجينا يا هيك على الهواء مباشره. طيب هذه احد سكينه موجوده في المكان. طيب عبد الرحمن استنى اثنين منك ضيفهم للقائمه. انا بديت اخاف منك يا نادين. نحتاج اثنين. انا بديت اخاف من نادين يا جماعه. اي احنا ما نحتاج سكاكين. نشكرك كثير يا عبد الرحمن العصيبي، وبنشكر كمان يعني هاي الحرفه اللافته يعني سن السكاكين.